يقول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إن دعوناه يعبأ بنا، وإن لم ندعه لا يعبأ بنا. لماذا؟ لمجرد أنك تدعو الله عز وجل فأنت موقن بوجوده، فأنت لا تخاطب جهة ليست موجودة إلا أن يكون في العقل خلل. ما دمت تدعو الله عز وجل فأنت موقن بوجوده، وأنت موقن أنه يسمعك. الله عز وجل يسمعك إذا تكلمت، ويراك إذا تحركت، ويعلم ما في قلبك إذا أسررت. يسمع ويبصر ويعلم، إذاً هو موجود ويسمعك. ولا يمكن أن تدعو الله عز وجل إلا إذا أيقنت أنه قادر على إجابة طلبك، ولو بدا عند الناس مستحيلاً. ولا يمكن أن تدعو الله عز وجل فضلاً عن أنك موقن بوجوده وبعلمه وسمعه وبصره وبقدرته، بل يريد أن يرحمك. وجود وسمع وقدرة ورحمة. لذلك قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إن دعوناه يعبأ بنا، فإن لم ندعه لا يعبأ بنا. عندئذ نكون خارج العناية الإلهية. خارج العناية الإلهية الإنسان حينما يظن أن يدعو الله عز وجل. قال بعضهم: إن الله جعل من الدعاء عبادة وقربة، وأمر عباده المؤمنين بالتوجه إليه لينالوا منزلة رفيعة وزلفة، أمر بالدعاء وجعله وسيلة للرجاء، فكل من خلقه يفزع في حاجته إليه ويعول عند الحوادث والكوارث عليه. والله أذكر مرة أن طائرة فيها خبراء من بلاد انهارت الآن تؤمن بأنه لا إله، ملحدون. فلما دخلت الطائرة في غيمة مكهربة وأوشكت على السقوط، إذا بهؤلاء الخبراء الملحدون توجهوا إلى الله بالدعاء. سبحانه من لطيف لم تخف عليه مضمرات القلوب، فيفصح عنها بنطق وبيان، ولم تستتر دونه مضمنات الغيوب فيعبر عنها بحركة اللسان، لكنه أنطق الألسن بذكره لتستمر على وله العبودية وتظهر به شواهد الربوبية. وحقيقته إظهار الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية واستشعار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله وإضافة الجود والكرم إليه. أول آية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. حينما تراه قريباً، حينما تراه أقرب إليك من حبل الوريد، عندئذ يمكن أن تدعوه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعاني حقيقة، إذا دعاني وأخلص في الدعاء. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولا أستجيب للداعي إلا إذا آمن بي واستجاب لي،
أن تراه قريبا وأن تدعوه مخلصا بعد أن تؤمن به وأن تستجيب له، هذه شروط الدعاء. إلا أن العلماء قالوا يستثنى من هذه الشروط دعاء المضطر، فالله يستجيب له لا بأهليته ولكن برحمته، ويستجيب الله عز وجل للمظلوم ولو لم تتوافر فيه شروط الدعاء، لأنه يستجيب له بعدله. لذلك إياكم ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل العبادة الدعاء، بل الدعاء هو العبادة، وإن أبخل الناس من بخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. أبخل إنسان من بخل بالسلام، السلام عليكم، بل إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ومن سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. لكن من علو الهمة في الدعاء أن تحافظ على آداب الدعاء. ادعوا ربكم تضرعاً وخفية، ليس هناك من مبرر أن يعلو صوتك بالدعاء، بل إن سيدنا زكريا نادى ربه نداءً خفية. يمكن وأنت في ظرف عصيب دون أن تحرك شفتيك أن تدعو الله بقلبك، وهو يسمعك ويستجيب لك. من آداب الدعاء أن يكون خفية، ومن آداب الدعاء أن يكون تضرعاً، أي تذللاً: يا رب ليس لي سواك، يا رب أنا مذنب سامحني، يا رب اغفر زلتي، اقبل توبتي، أقل عسرتي يا رب. التضرع، التضرع مع الخفية. إنه لا يحب المعتدين. المعتدي يعني إنسان يعتدي على أخيه، يأخذ ماله، يذله، يعتدي على عرضه، ثم يقول: يا رب مستحيل أن يستجيب لك إذا كنت معتدياً على أخيك. إذاً من آداب الدعاء أن تكون مستقيماً. ادعوا ربكم تضرعاً وخفية، إنه لا يحب المعتدين. لذلك المعتدي لا يحبه الله، وبالتالي لا يستجيب له. بعضهم قال من معاني المعتدين أن تطيل في الدعاء، يعني إنسان إذا قيل له: سيدي ادعو لنا ساعة. مرة إنسان كان بتعزية وإنسان آخر استلم الدعاء، دقيقتين، ثلاثة، خمسة، ربع ساعة، قام غفل، بعدين صحي قال له: شو صار معه؟ من معاني العدوان في الدعاء أن تطيله. إذاً من علو الهمة في الدعاء أن تحافظ على آدابه، أن تدعوه تضرعاً أي تذللاً، وأن يكون خفية، وألا يسبقه عدوان على مخلوق حتى يستجيب الله لك. ومن علو الهمة في الدعاء أن يفتتح الدعاء بذكر الله والثناء عليه، وأن يختمه بالصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام. سيدنا يونس حينما
وجد نفسه فجأة في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. فالثناء على الله دعاء، يعني لو إنسان أمسك بابنك لا سمح الله وأنت خفت عليه منه، قلت له أنت رحيم، كأنك تقول له دعه. إذاً لمجرد أن تثني على الله فهذا نوع من الدعاء، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأن تختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علو الهمة بالدعاء أن تجزم به وتوقن بالإجابة، يا رب ارحمني إذا أردت، هو يريد أن يرحمك. لا تعلق الدعاء، وفي دعاء لا أصل له، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف به. طيب من الذي يمنع الله أن يلبي دعوتك كما تريد؟ هذا كلام ما له أصل. يعني يا رب لا تضربني بحجر، اجعله مفتتاً، إذا كان لابد من أن تضربني فاجعله مفتتاً هذا الحجر، كلام غير معقول أبداً. إذا دعوت الله فتيقن أن الله قادر على أن يستجيب لك، فينبغي أن تجزم بالدعاء وأن توقن بالإجابة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاهٍ. ولا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه إياه. يعني مثلاً لا سمح الله ولا قدر، طبيب قال للمريض هذا المرض لا شفاء منه، الآن هو بجهله يدعو يا رب هذا المرض ما له شفاء، يا ربي أعني على الصبر عليه، لا قال له يا ربي اشفني منه. ولو قال الطبيب ليس له دواء، ليس عند الله شيء مستحيل إطلاقاً. اجزم وتيقن من الإجابة. إذاً اغفر لي إن شئت ليس من أدب الدعاء، ارحمني إن شئت ليس من أدب الدعاء، فليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثاً، يعني أول مرة والثانية والثالثة، هذا هو الإلحاح بالدعاء، وإن الله يحب الملحين بالدعاء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يهتف بربه مادًا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. يا بني، سيدنا يعقوب، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ادعوا مرة ومرتين وعشر مرات ومئة مرة فإن الله يحب الملحين في الدعاء. الآن من علو الهمة في الدعاء أن تعظم المسألة، يعني للتقريب ملك قال لك أطلب وتمنى، قال له يا رب قلم رصاص بس قلم من ملك، قال له بيت ومركبة ودخل كبير. إذا دعوت الله عز وجل أطلب منه الشيء الكثير الذي يبدو لك مستحيلاً. وإذا سأل أحدكم فليكثر
فإنما يسأل ربه. ومن علو الهمة في الدعاء الدعاء باسم الله الأعظم. اختلف العلماء أي اسم من أسماء الله هو الأعظم، وهناك اجتهاد رائع جداً أن كل اسم من أسماء الله الحسنى هو اسم الله الأعظم بحسب حالك. يعني أنت فقير، اسم الله الأعظم المغني. أنت لا سمح الله مريض، اسم الله الأعظم الشافي. أنت ضعيف، اسم الله الأعظم القوي، يا قوي. أنت مذنب، اسم الله الأعظم الغفور. فأي اسم من أسماء الله الحسنى هو اسم الله الأعظم بحسب حالك، فاختر من أسمائه الحسنى ما يناسب حالك. ومن علو الهمة في الدعاء قال أن تدعو بأدعية القرآن الكريم. اجمعها، من علو الهمة بالدعاء أن تدعو بأدعية القرآن الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اجعلني مقيم الصلاة يا رب، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. إذاً من أدب المؤمن أن يدعو بأدعية القرآن ثم بأدعية المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما يا ربي المحضر 57 أبو جرش ما بتزبط، تدخل أسماء محاضر وأسماء أمراض وأسماء، يا ربي زوجني فلانة بنت فلان ساكنة بالمنطقة الفلانية. الأولى أن تدعو بأدعية القرآن وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام. أتمنى عليكم أن تقتنوا كتاباً بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تقرؤوه كثيراً إلى أن تحفظوا معظمه. هذا متى ينفعكم؟ في العمرة. الحج والعمرة كلها دعاء، عندك 7 أشواط في السعي بين الصفا والمروة، وعندك 7 طوافات، ففي الطواف وفي السعي وفي مزدلفة وفي عرفات. النشاط الأول في الحج والعمرة هو الدعاء، ولما بتكون محفوظاتك من الدعاء قليلة جداً تعاني مشكلة كبيرة، لأن الله عز وجل دعاك إليه، وفي بيت الله الحرام، وفي مشاعر الحج، وعند النبي الكريم. النشاط الأول يكاد يكون الأوحد هو الدعاء. فاقتني كتاباً بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام، واحفظ أدعية القرآن الكريم، وقرأها كل يوم إلى أن تحفظ معظمها. إن حفظتها صار، وأنت في الطريق تقود مركبتك إلى العمل ادعو الله، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، ربي ارزقني طيباً واستعملني صالحاً، اللهم اهدني واهد بي، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك. في أدعية رائعة جداً، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب، اللهم إني أعوذ بك من جار سوء، إن رأى خيراً كتمه وإن رأى شراً أذاعه، اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. أخواننا الكرام، صدقوا أن الدعاء قمة العبادة. الصلاة دعاء، والذكر دعاء، والاستغفار دعاء، إعلان التوبة دعاء، المناجاة دعاء. الدعاء أنك تخاطب الله عز وجل، ليس بينك وبينه وسيط، وليس بينك وبينه حجاب. ابن آدم، سلني حاجتك كلها، إن الله يحب من عبده أن يسأله
شسع نعله إذا انقطع. إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه، سلني حاجتك كلها. عود نفسك قبل أن تقابل أي إنسان، اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. إن كنت طبيب قبل إجراء العملية، في طبيب أعصاب قبل أن يبدأ بالعملية يصلي أمام المريض ويسجد ويدعو الله، يا رب ألهمني الصواب. أنت قوي بقدر دعائك، حينما تدعو الله عز وجل يسدد خطاك ويلهمك الكلام الفيصل الصواب ويعطيك هيبة. الدعاء يعني ملخص كل عباداتك، ملخص صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك، الدعاء المستمر. بل إن الله عز وجل حينما يقول والذين هم على صلاتهم دائمون، كيف أنت في صلاة دائمة؟ الدعاء صلاة دائمة. فأدعو الله عز وجل واطلب منه كل شيء، لكن إنه لا يحب المعتدين. أقول لكم هذه الكلمة المرة، حينما تعتدي على حقوق الآخرين، حينما تعتدي على أموالهم، حينما تعتدي على أعراضهم، حينما لا تكون مستقيماً، لا تستطيع أن تدعو الله، أنت في حجاب مع الله. أما إذا استقمت هتك الحجاب وصار الطريق سالكاً إلى الله، والخط ساخناً بينك وبين الله، في خط يعني. إذا كنت مستقيماً لهاتفك ونة، أما إذا ما في استقامة في جهاز هاتف بس ما في ونة، خط ما في، الخط مقطوع. أيها الإخوة، موضوع الدعاء موضوع طويل جداً، هو العبادة، وفي بعض الأحاديث مخ العبادة، ومن لا يدعوني أغضب عليه، فإياكم وغضب الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.